طبعا هيدي الحكومة عم بتجرب تعمل شيء، كل حكومة عم بتجرب تعمل شيء. حكومات سابقة جربت تعمل شيء بس لصالح من؟ هيدا هو السؤال، هل الحكومة عم تشتغل لصالح المجتمع ولا لا؟ طبعا طلعت هيدي الحكومة ورقة، هيدي الحكومة أول شيء هيدي الورقة مش صادرة عن الحكومة، ما أنا ورقة رسمية، هيدي لجنة متخصصة مع خبراء دوليين لازار إجوا طلعوا هيدي هيدي الورقة، وبالتالي هيدي الورقة ما فينا نتعاطى معها على أساس هي ورقة نهائية، هي رح تتغير بالنقاشات ورح توصل بعدين يمكن للبرلمان بما يتعلق ببعض القوانين اللي لازم تتشرع مشان تمشي هيدي الخطة. هيدي أول شغلة. تاني شغلة، لمين موجهة هيدي الورقة؟ موجهة ل تسربت بشكل يعني كان تحت الوصاية السورية يقولوا مصدر موثوق، وتصير هيدا المصدر الموثوق هو المرجع. هلأ في تسرب، ورقة صادرة بالإنجليزي مش بالعربي أول شيء، تسربت لتتوجه ظاهرياً للرأي العام، ولكن يعني لصندوق النقد. ضمنيا شكلها متوجهة لصندوق النقد عمليا. صحيح، متوجهة لصندوق النقد، وصندوق النقد جاوب انه فيها بعض الوحد. المشكلة بهيدي الورقة انه لانه ما انا صادرة عن الحكومة عم بيصير في تعدد الروايات حول الأزمة. يعني اليوم اعترفت صحيح انه في 83 مليار دولار عجز وفي خسائر بهيدي القيمة، صحيح هذا شيء كثير مهم، هيدي أول مرة بيصير اعتراف بهيدا الرقم، صحيح، مع إنه بيقولوا إنه هيدا الرقم أكثر بكثير، بس كمان بنفس الوقت هيدا الرقم نحن ما فينا نتعاطى مع الاقتصاد من كأنه بس اقتصاد، بدنا نتعاطى مع المواضيع من ناحية الاقتصاد السياسي، هيدي الورقة عم بتجهل الفاعل. في 83 دولار 83 مليار دولار راحوا، مين مسؤول عنهم؟ هيدي الحكومه مش واجباتها بس تعمل ورقه، واجباتها اجت بعد ثوره تقول انا بدي اعمل اصلاح، وهذا الاصلاح بينبنى اولا واخيرا على عدم تجهيل الفعل وتحميل المسؤوليات للناس المسؤولين. عدم تجهيل الفاعل وصل لأنه صار في تشتت حول الأزمة. البنوكي بيقولوا نحن ما خصنا، مصرف لبنان بيقول هيدي منا خسائر، هيدي حاليا هي يعني نواقص بس بعدين منعوضها بربح مستقبلي. الأحزاب السياسية بيقولوا يعني نحن هاي ما فهمتها أنا عملي. شو هي؟ هي طب قصة اللي قاله الحاكم مصرف لبنان رياض سلام إنه هيدي أرباح مستقبلية. عمليا في يعني انا ماني برجع بقول لك ماني خبير نقدي او مالي، في حدا جاي بعدين فيك تساله، لا لا. بس ظاهرا مثل ما قرينا انه في يعني لا انا ما فهمت اللي هو عملها، يمكن بعتقد ولا خبير بالعالم بيقدر يعرف هذا انه هيدي خسائر، كيف بدك معقول تكون ارباح يعني؟ فضل. صحيح. هلا رابيس بدي اقول لك شغله، الرقم كرقم منه مهم، هو المهم كيف بدك تبرر هيدا الرقم، والمهم كيف بدك تفسر هيدا الرقم. يعني عمليا هي واضحة، هني عم بيفسروا لمصالحهم. البنوك المصارف الخاصة عم بيقولوا نحن اعطينا الدولة ومصرف لبنان مشان هيك ما في بقى سيولة بالبلد، تفضلوا يا دولة ردوا لنا مصريات ومنرجع السيولة. مصرف لبنان كمان نفس الشيء بيقول انه هيدا منا خسائر. طب الضحية مين؟ الضحية المواطن. هل المقصود من هيدي الورقة هو فتح صراعات ومفاوضات بالإعلام ومفاوضات خارجية خارج المؤسسات بين المصارف وبين جمعية المصارف وبين القيادات السياسية مشان يرجعوا يلاقوا تسوية من جديدة؟ لأنه الحتية هلأ أي إصلاح ما بيكون إصلاح إلا من خلال الممارسة. صحيح بيقولوا ما في كابيتال كنترول، صحيح بيقولوا ما لح ندق بأموال المودعين، روح رامز جيب مصرياتك من البنك، روح جيبهم بالقيمة اللي صحيح. أصلا هي إذا كانوا باللبناني. وبالتالي أي قانون شرعوا كتير من بعد الحرب، قوانين لمصلحة مثلا حقوق المرأة، روح نفذها إذا فيك. وبالتالي في بلبنان تناقض تام بين النص والخطة والممارسة. وهيدي الخطة اللي حديت هلأ اللي محطوطة ما في شيء بيقول انه رح تتحول على ارض الواقع من ناحية ممارسة. بعده سعر صرف الليرة يعني بعده سعر صرف الدولار عم بيعلى، وبالتالي ما حلت شيء هيدي الورقة ابدا. ايه اذا بننبسط انه عرفنا في دين من 3 مليار دولار دين، من زمان شرب النحاس بيقول في 100 دولار 100 مليار، ومن يا ريت سمعوا له لشرب النحاس ما كنا وصلنا، يمكن لا كنا على القليل، يمكن ما بعرف اذا وصلنا، بس كنا واجهنا الازمه من قبل، من 2011 وقبل. صح. أكيد وخبراء تانيين وتجربة جورج إيرم بالوزارة مع سليم الحص نزلت فوائد. صحيح. صحيح. أنا بدي فوت من اللي أنا ذكرت شرب النحاس، يمكن الفرق الوحيد هلأ في كتير خبراء قدموا أرقام وكانوا عم يعملوا، الفرق أنه شرب النحاس ربط هذا الموضوع بمشروع سياسي، ربما اليوم هذا الأهم، يعني كل المطولات والحديث عن الفساد ومن أخطأ أو لا، يمكن صار أصغر مواطن اليوم أو ما بيعرف الاقتصاد بيعرف مين المسؤول. لكن اليوم السؤال، وانت كمان بإطار المقال اللي كتبته، أنه الانتقال اليوم من الطوباوية أو يوتوبيا الثورة إلى مشروع سياسي
حقيقي. اليوم في مواطنون ومواطنات في دولة قدمت مشروع كامل اليوم ومشروع سياسي اليوم، كيف فينا نقدر الناس تجي لهذه العناوين الأساسية اللي بتعنيها، ما تروح ترجع للانقسامات السياسية التي على ما يبدو اليوم عم يرجع يتشكل جبهة للعناوين التقليدية ليضيعوا هذا الموضوع يعني بوجه هذه الحكومة والعودة الاصطفافات إلى ما قبل يعني هذا الهم الاقتصادي اللي عم نعيشه اليوم؟ صحيح صحيح رامز، هيدا هو صلب الموضوع، هيدا هو صلب الموضوع عمليا. إذا بدك تحرف الموضوع يعني بالعالم بالأدبيات الأكاديمية حول التنمية بيقولوا إذا بدك تفرغ الموضوع من مضمونه السياسي وتجهل الفارع بتعمله بس تقني rendered technical. نحنا ما بدنا تقني هين، يعني كل الناس عارفين بالأرقام صاروا صحيح. بس هيدا إذا منوقف بس عند التقني مشكلة، بدنا مشروع سياسي. الثورة عندها تحديات كتير كبيرة، الثورة كانت خلقت رأي عام كتير حلو، كانت لحظة كتير حلوة، ولكن إذا بدها تكفي هيك هي لح يكون نوع من الطوباوية واليوتوبيا، ما حتقدم مشروع. الثورة مش بس هدف أنه تقارع هيدا النظام، هلأ صار وقت كمان نقدم نقط لهيدي الثورة ونقول أنه هيدي الثورة لازم تلتم حول مشروع سياسي جدي لهيدا البلد، لازم تقدم مشروع عام نحو عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع. وهيدي الثورة مش بس بدها كمان تتظاهر ضد أركان النظام، بدها تفاوض بين بعضها، بين أركانها، بين لاعبينا، بدهم يمكن يتلاقوا على يعني أبسط يعني المينيموم كومن دينومينيتر لحتى يواجهوا هيدي السلطة، يمكن يقرروا بمحل أنه يمكن ضروري يصير في تفاوض مع هيدي السلطة بمكان. في أسئلة كتير كبيرة الثورة واجباتها هلأ جاوبها، ولا بتضل بإطار الطوباوية والأحلام الحلوة وأنه نحن تظهرنا على الطريق؟ هيدا تحدي كتير كبير، وهيدا التحدي إذا عن جد هي ثورة وبدها تقدم بديل ببلش بمشروع سياسي. وهيدا المشروع السياسي نفسه كمان ما لازم يكون بس مبني على فكرة الأمل أنه نحن البديل الحلو وهولي كذابين نحن شبوبية وهن ما بيسوا. صحيح صحيح. لا هذا اللي بيقدم نفسه انه انا شاب وشبوبيه وانا احسن منه، قوم تقعد محلك. يعني هذا الخطاب اللي كان يستخدموه بعض الاحزاب والنواب. صحيح. والثوره ما لازم تكون نخب بس بعد ما حكمت، لا الثوره لازم تكون مشروع مجتمع، ولازم تكون عم بتحاكي من خلال هيدي الطوباويه الام المواطن اللبناني اللي عم بيعيشها اليوم بشكل كتير كبير، الازمات اللي عم بتعيشها. الثوره دعمها وركيزتها الاساسيه لازم تكون هيدي الشرائح الاجتماعيه ومش بس الساحات. يعني هيدي الثوره لازم تروح تحكي مع هول الناس بالاحياء، لازم تقدم لهم برنامج يقتنعوا فيه. يعني انا ما بفيدني كمان احكي خطاب هني ما يفهموه هول الناس، لازم تكون هيدي الثوره بقى في عندها تحديات كتير كبيره، غير هيك رح يضل لحظه كتير حلوه بتاريخ لبنان وما حيقدم نتائج ابدا. طيب ايضا اذا الحديث عن عقد اجتماعي، عادة يعني تغيير جمهوريات أو إعادة يعني تنظيم عقد اجتماعي جديد بين المواطنين ودولتهم بحاجة لحدث كبير، البعض بيروح على حدث عنفي، أم هل يكفي يعني اليوم الانهيار الاقتصادي لإعادة تشكيل هذه السلطة، أم برأيك رح تروح لأمور لفوضى لعنف يستتبع تشكيل عقد اجتماعي جديد؟ يعني العنف موجود، إذا في ناس ما بقى عم تاكل بآخر النهار وما عم تقدر تطعمي أولادها وتفوتهم على المستشفيات، هيدا عنف رامز. يعني خلينا نفهم العنف أبعد من أنه حدا ضرب حدا، عنف الجسدي، في عنف عايشينه كلنا سوا مختلف الطبقات، خوف من المستقبل، خوف على كيف بدنا نكفي بهذا البلد، هيدا بحد ذاته عنف كتير كبير، وبالتالي العنف موجود من هيدي الناحية. ولكن النقطة الأهم أنه ليش بدنا نحكي دائما بالعنف؟ ليش بنخاف نغير؟ لحو اليوم وقتا بيطلعوا المصارف بيقولوا لا ممنوع تقربوا على البنوك والمصارف لأنه هيدا انتهاك للدستور، صحيح ولا لا؟ صحيح. دغري بيخافوا على الدستور بما يتعلق بأنه لبنان نظام ليبرالي. طب عظيم، ليه لكن ما منطبق المادة 95 اللي بتقول أنه الغاء الطائفية السياسية؟ هيدا منه انتهاك للدستور. تشكيلات القضائية اللي طلعت هلأ هيدا كمان منه انتهاك للدستور. صار وقت نتعاطى مع الدستور على أنه جزء كامل متكامل وما نتعاطى فيه بمادة ومادة ومنطبق اللي بدنا إياها، وبالتالي كمان الثورة لازم تطبق هذا الدستور بشكل جزء كامل متكامل وقتها بيكون في عدالة اجتماعية.
اجتماعية وقت بيكون في مساواة أمام القانون، يمكن النظام الليبرالي ما بعيد سيء، ولكن هيدا الشيء منه 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 اللي صار بلبنان، منه نظام ليبرالي، هيدا نظام عبارة عن رأسمالية وتراكم ثروات وفساد وسرقة ليوم السرقة، هيدا ما خصه بالليبرالية على أعطاب الليبرالية الاقتصادية. نحن بدنا عدالة اجتماعية بين كل المواطنين بالاقتصاد وبالاجتماع وبالقوانين الأحوال الشخصية. تفضلوا نطلع على الدستور ويمكن بنهاية المطاف يطلع دستورنا كتير منيح. في ناس كتير عم يسألوا اليوم جميل انه اليوم بعد كورونا، على طول السؤال وعم نسمعه، اكيد عم تسمعه لانه انت كمان كنت من اللي موجودين بهاي، انا بسميها انتفاضة على امل انه تصير ثورة. اليوم انه هل الثورة او الانتفاضة رح ترجع بعد كورونا حكما؟ شو الشكل اللي رح تاخده؟ الناس رح ترجع تنزل على الشارع؟ كيف برأيك الامور رح تصير بعد يعني ما الناس تنتهي هذا الحجر الصحي؟ اول شيء انا بوافق انه هيدي انتفاضه لانه ما عملت قطيعه مع ممارسات السابقه، ولكن ثوره احتراما للناس اللي بعدهم مؤمنين فيها وعم ينزلوا على الطريق ومقتنعين انه هيدي بدها تكون ثوره، وبالتالي انا كاكاديمي وكمواطن مضطر اعتبر هيدي ثوره لانه احتراما لرغبات الناس اللي نحن كلنا منهم. شو بيجي بعدين انا ما بعرف، بس الاكيد الحكومه ما عم بتجاوب على مطالب الثوره، يعني ولا شيء من هيدي الحكومه اللي عملتها من وقت تشكلت لهلا هو عم بيجاوب لهيدي الثورة. ومش بس هيك، لفئات اجتماعية يمكن ما كانت بالثورة كمان هلأ عم تتزمر كتير من الممارسات الحكومية، وبالتالي اللي جاي بالمستقبل منه معروف. بس يمكن مش بس عنف، في موجة هجرة إذا فتحت دول أوروبا والخليج، في موجة هجرة رح تصير بلبنان تغير وجهة المجتمع اللبناني. يعني مش يعني العنف مش بس انه حدا بده يعمل مع حدا او روح حدا يكسر اي تي ام ماشين او يكسر مصرف يا رامز. صحيح. العنف اللي عم بيصير بهيدا المجتمع بده سنين وسنين وسنين لحتى يرجع يتصلح، وهيدا الطبقه الحاكمه مش قادره تصلحه لانه هي كانت اساس هيدا العنف. المصارف منا قادره تصلحه لانه كمان هي اساس هيدا العنف، وبالتالي لازم هيدي الثوره تقول انا كيف بدي ارجع ابني مجتمع. الثوره ما لازم يكون مشروع سلطه، لازم يكون مشروع مجتمع. طيب سؤال الاخير اليوم، 6 أشهر على هذه الثوره باعتبار ما سياتي، يعني لانها ستاتي حكما اعتقد، يعني على هذا الظلم الواقع بحقنا من 30 سنه، السؤال اليوم بعد هذا الانتهاء، يعني على شو اليوم يعني خلصنا من مسألة انه اللي كنت عم اقول لك اياه، مطولات اصبحت بحقوقنا ولقمة العيش وهودي الفاسدين وبهذا الصندوق وبهيداك الصندوق، اليوم على شو لازم التركيز اليوم من قبل شباب هذه الثورة، شباب الانتفاضة اليوم من بعد يعني انتهاء وباء كورونا؟ يعني كنا ناقصنا صراحة كورونا، نحن كل دول العالم ممكن تقطع عليها الا نحن. صحيح، بس كورونا كمان قدم لنا خدمة كتير كبيرة إذا بنعرف نستغلها، هو أهمية القطاع العام. ما حدا لم واستقبل مرضى الكورونا إلا المستشفى. صحيح. الحكومي ما حدا راح أو ساهم بإعطاء يعني العون يعني لهول المرضى إلا الأطباء تبع الجامعة اللبنانية وطلاب الجامعة اللبنانية. كورونا عطيتنا أكبر مثل إنه القطاع العام ما قلنا بديل عنه بلبنان، لأنه هيدا هو مصدر الحق بالنسبة لجميع المواطنين، مش المستشفى الخاصة مصدر الحق، القطاع العام هو مصدر الحق. تلفزيون لبنان وقت بيكون عم بده يبث دروس للطلاب، هيدا مصدر حق لجميع الطلاب، وبالتالي كورونا خلت تقلنا قديه هيدا القطاع العام نحن بحاجة لإله، لأنه هون بنرجع نبني المجتمع بشكل متساوي، ما بنرجع بس نبني المجتمع من خلال مين معه مصاري ومين ما معه مصاري، نبني المجتمع بشكل متساوي من خلال الحقوق، وبالتالي كورونا عطيتنا درس كتير كبير نحن لازم نستغله ونعرفه، وبالتالي لازم نركز على 3 أجزاء، ضرورة استعادة الدولة من هيدا النظام. الديمقراطية التوافقية وعملوا محاصصة. ان شاء الله ما يكون توني بس رامز. ايه عم بسمعك. لا خلص يلا، وعملوا محاصصة، لازم يصير في شغل بالمهن، يعني في مجموعات كثير عم تشتغل على المهن، الأساتذة، الطلاب، النقابات، لازم نرجع نفعل هيدي القطاعات، وأهم شيء لازم نرجع نحاكي شؤون المجتمع وشجونه بحياته اليومية بلغة بسيطة جدا، غير هيك بنكون كلنا عم ننظر وعم نحكي كلام جد تقني، الناس اللي ما قادرين يفهموه ما رح يمشوا معنا.
شكرا لك جميل معوض، تحية لك على إيمانك بهذا المجتمع، وعلى أمل كما قلت يعني الشيء المهم استعادة هذا أو استعادة الدولة من هذا النظام. شكرا، عندك شيء تزيده؟ فيني زيد شيء بعد أكيد. ما عندك وقت؟ عادة نحن بنستسهل انه نلوم المواطن، انا بدي اقول لك شغله، هذا المواطن هو اللي انقذ لبنان لانه هو جاهد لحتى يكفي، باع ارضه ليعلم ابنه، هيدا اكبر تضحيه فيه عملها المواطن، وبالتالي كثير سهل نلوم المواطن انه لاحق الزعيم، يمكن لحق بمرحله الزعيم لانه كان عم بيتصور مستقبل افضل لاولاده، وبالتالي هلا هيدا المواطن لازم يعرف انه هيدا الزعيم منه بقى على حيامن له مستقبله، ما حدا رح يامن له مستقبله الا الدوله ومؤسسات الدوله. ايه كانوا عم بيبيعوه من كيسه يعني، يعني بس صحيح. هو يفكر فيها المواطن عم بيبيعوه من كيسه يعني على المثل الضيعوي، انه بيجيب من هالدوله وبيقول له ليك وظفت لك ابنك هون وجبت لك الخدمه هون، صحيح. عم بيجيبها من الدوله يعني، وهو الضريبه عم يدفع يعني، هيدا الوعي لاهميه، واليوم هيدا الشيء اللي عم بيسموه يعني الناس مقدر اللي عم تتبرع لبعضها، بس السياسي يدفع هيدا، بس يتبرع هيدا عم يدفع، ما عم يتبرع لانه هودي مجمعهم مني ومنك صحيح. ومن كل الناس، هذا الناس اللي لازم تعرفوا بعتقد لازم نعول، لازم نعول على وعي المواطن، ومش بس نقول انه الناس غنم، بالعكس ناس واعيين وبدهم غد افضل. صحيح، شكرا لك جميل معوض على هذه المداخله، على امل يعني نرجع نشوفك باستوديو ايضا بالساحات بعد انتهاء وباء كورونا. اليوم بنضل بالحجر المنزلي. فاصل، سيكون بعد هذا الفاصل معي نيكولا شيخاني، سنتحدث أكثر عن من المسؤول اليوم على هذا العجز المالي والاقتصادي والانهيار المالي، لكن بعد هذا الفاصل.